مساء الخير. ده الجزء الثاني من عملات القيمة السوقية بتاعتها أقل من 10 مليون دولار. العملة اللي معانا بعد كده عملة كوكي 3. ناس كتير شاركت في الاكتتاب ده على منصة تشين جي بي تي، فنصيحتي للناس ان هي تحافظ على اكبر جزء من العملات اللي معاها لحين البولرن، لان المشروع ده AI Data Layer، مشروع جديد من نوعه بيعتمد على الذكاء الاصطناعي للماركتينج او الدعاية والاعلان، فده ترند جديد، مشروع جديد فريد من نوعه. كذلك هنلاقي العملة دي على منصات كتير جدا، بيتجيت، جيت اي او، وكوكوين، والمفروض لو انا متذكر كويس ان العملة على منصة باي بيت، بس مش عارف مش محطوطة هنا ليه، حتى كان ليها اكتتاب على منصة باي بيت. يعني لو جينا شفنا، ايوة بالظبط، كان ليها اكتتاب على باي بيت، وسعر الاكتتاب كان حوالي 3 سنت، فالسعر الحالي 3 اضعاف سعر الاكتتاب عند تقريبا 9 سنت. الماركت كاب ما زال 6 مليون فقط. لو جينا نشوف الفك، فهنلاقي لسه في عملات كتير جدا هيتم فكها، ما تمش الفك غير عن عملات الليكويديتي، حتى الاير دروب لسه مستمر معانا لسنة كمان، لكن لسه في شهر 10 هيتم بدء الفك عن عملات البري سيد، ودي هتستمر معانا لمدة سنة كمان. بالنسبة للفريق لسه عنده سنة إغلاق، كذلك بالنسبة للتريجري والماركتينج كل ده مغلق، فاللي هيتم فكه في الفترة الجاية هي عملات الخاصة بالبري سيد والاستراتيجيك راوندز. الصراحة العملة فيها مخاطرة، لكن الماركت كاب صغير جدا، 6 مليون فقط، فتركيزنا الأكبر على اللي شارك في الاكتتاب ان هو يحتفظ باكبر جزء من العملات. وبالنسبة للي عايز يدخل في العملة دي فيدخل بجزء صغير، لان في نسبة مخاطرة نوعا ما، لكن المشروع كويس جدا، مشروع فريد من نوعه زي ما قلنا. المشروع ده من اهم المشاريع، مشروع AIT بروتوكول. العملة حاليا عند ماركت كاب 5.5 مليون يا بلاش، وفريق المشروع ده دايما بيعمل عمليات حرق للعملات، فبالتالي سعرها بيزيد. لو جينا شفنا الاكتتاب كان على منصة ايب تيرمينال، منصة الحيتان، فكان سعر العملة تقريبا 1.5 سنت، فهي العملة تقريبا دلوقتي عاملة قرابة 5 اضعاف. العملة هنلاقيها على منصة بيتجيت وجيت اي او. لو جينا للجزء الخاص بفك العملات هنلاقي عملات خاصة بالايكو سيستم وترين تو ايرن، وده المشروع الرئيسي للعملة دي، هو المشروع مشروع ذكاء اصطناعي لكن قائم على تدريب المودلز علشان تربح عملات. هنلاقي لسه جزء خاص بالدعاية والاعلان لسه هيتم فكه لغاية السنة الجاية. عندنا جزء خاص بالدعاية والاعلان لسه شغال الفك لغاية شهر 6 السنة القادمة، وعندنا الجزء الخاص بالمستثمرين الاوائل لسه مستمر معاهم الفك لغاية نهاية السنة. عندنا الجزء الخاص بالاستراتيجيك، ده تم فكه بالكامل، هنا في غلطة لان الفك لمدة 4 شهور من 22/2 لغاية 22/6. طبعا الاكتتاب العام كان التوزيع 100% وقت الادراج، فخلاص اغلب الناس اخدت عملتها. كذلك هتلاقي هنا السيركوليتنج سبلاي قليل، لكن زي ما قلت لك بيتم حرق عملات من فترة للتانية، يعني في واقع الأمر التوتال سبلاي مش مليار في الوقت الحالي، لأن تم حرق جزء كبير جدا من العملات. أنا هعتبر العملة دي أهم عملة في فيديو النهاردة، من أقوى العملات اللي ممكن تحقق أرباح كبيرة جدا في البول ران. كذلك عملة مهمة جدا معانا النهاردة عملة جي تي بروتوكول، كذلك هي عملة ذكاء اصطناعي، والمشروع ده مدخل الاي اي في كذا حاجة، فهو مدخله في ادارة الكريبتو، كذلك في ادارة الانفتي، كذلك بيستخدموه كمساعد في عملية شوبينج، بيعرض عليك المشتريات بناء على الذكاء الاصطناعي،
فبيقدر يعرف انت محتاج ايه بالظبط ويعرضه عليك. والعملة كان اكتتابها على اقوى المنصات، منصة شين جي بي تي ومنصة الداو ميكر، كذلك كان على منصة باي بيت. العملة حاليا عند ماركت كاب 6 مليون فقط. سعر الاكتتاب كان 20 سنت، يعني العملة حاليا 3.5 أضعاف من سعر الاكتتاب. بالنسبة لفك العملات فهنلاقي لسه الناس بتوع البيع الخاص بيتم فك عملاتهم ولسه مستمر لغاية شهر 7 2025، لكن في نفس الوقت هنلاقي الليكويديتي والإيكو سيستم ماشيين بالتزامن، لسه بيتفكوا مع الوقت. يعني اي نعم البيع الخاص لسه بيتفك له عملات، لكن في نفس الوقت الليكويديتي بتتفك، فبالتالي الماركت كاب ما يتأثرش حتى لو الناس دي بدأت تبيع. كذلك في عملات خاصة بالستيكينج، عملات خاصة بالسيد، والناس اللي زينا اللي شاركت في الاكتتاب العام لسه الفك بتاعهم مستمر تقريبا لغاية نهاية الشهر اللي احنا فيه. فده مشروع قوي جدا، نفس قوة المشروع اللي فات AIT بروتوكول. اخر مشروع معانا في فيديو النهاردة مشروع لعملة اسمها ايثيوم، وده مشروع شبيه بمشاريع الـ RWA، وهو انك تقدر تحول الداتا بتاعتك او بعض الاصول اللي معاك لـ NFT، فبالتالي الداتا بتاعتك تبقى أسيت، وبيستخدموا الذكاء الاصطناعي في المشروع بتاعهم. فالمشروع ده بيجمع بين 2 narratives، الذكاء الاصطناعي وموضوع الأصول اللي هو الـ RWA، وبالتالي ممكن يكون عندك حاجة زي identity أو passport على الميتافيرس. المشروع حاليا عند ماركت كاب 5.5 مليون. هنلاقي ان اللي بيروج من التوتال سبلاي 91%، يعني خلاص اغلب العملات في السبلاي. كذلك هنلاقي سعر العملة اقل من سعر الاكتتاب بكتير، فسعر الاكتتاب كان 4 سنت، وكان على منصة اكس لانش باد، فالعملة نفسها على شبكة المالتيفيرس اكس، ومفيش عملات كتير على الشبكة دي، فدي حاجة كويسة، نقطة ايجابية في صالح المشروع. فالسعر الحالي 0.6. ويمكن سبب انهيار العملة عن سعر الاكتتاب بالشكل ده علشان هي على منصة MEXC فقط، وزي ما احنا عارفين المنصة دي بتساهم في تدمير العملات، فالعملة دي لو تم ادراجها على منصة اخرى زي Gate.io او اي منصة تانية ممكن ترتفع بشكل كبير. دي كانت كل العملات اللي معانا النهاردة، ولو حد عنده عملات قيمتها السوقية قليلة برضو ياريت يكتبها لنا في التعليقات. بالتوفيق للجميع، واشوفكم في فيديو اخر. سلام.